في عام 2012 قام عدد كبير من الناس في معظم أنحاء العالم بتخزين الطعام والمؤن في ملاجئهم التي جهزوها لحدث نهاية العالم، وذلك بناء على حسابات وتوقعات تقويم حضارة المايا. مر عام 2012 بسلام ولم ينته العالم، لكن السؤال هنا، هل حقاً مر عام 2012 على هذا الكوكب؟ وهل نحن نعيش في الألفية الثالثة أم ما زلنا نعيش في الألفية الثانية؟ للأشخاص الذين يؤمنون بالنبوءات والتوقعات ومرت الأعوام على ما يؤمنون ولم يحدث شيء، قد تكون المشكلة ليست بالنبوءة نفسها ولكن بالتاريخ الذي لم يأتي بعد. والآن التقط هاتفك وافتح على تقويم الهاتف، ارجع في التاريخ إلى شهر أكتوبر من عام 1852 وانظر إلى هذه المفاجأة، 10 أيام حذفت من التاريخ. لماذا وكيف حذفت هذه الأيام؟ الجواب لأن التاريخ كان مشوهاً، الأعياد تأتي في غير موعدها والفصول تداخلت مع بعضها البعض. كيف تشوه هذا التاريخ؟ الإجابة تكمن في 300 سنة التي قفزها العالم في الكتب ولم يعشها قط على أرض الواقع. هذا ما تقوله نظرية الوقت الشبحي، Phantom Time Theory. ما هذه النظرية؟ على ماذا تستند؟ وإن لم نكن في عام 2023 ففي أي عام نعيش؟ قبل أن نخبركم بما ورد على ألسنة الخبراء والمؤرخين، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. نظرية تقوم على أساس واحد فقط، هناك 300 سنة اخترعت وأضيفت إلى التاريخ. تعرف هذه الفرضية الغريبة والمثيرة للجدل باسم نظرية الوقت الشبحي. تشكك هذه النظرية في نسيج خطنا الزمني التاريخي، أي أن جزءاً كبيراً من ماضينا قد لا يكون أكثر من مجرد اختراع متقن. اقترحت النظرية لأول مرة في التسعينيات من قبل المؤرخ الألماني هربرت إليك. ولد إليك عام 1947 وكرس مسيرته الأكاديمية لمتابعة العديد من الألغاز التاريخية. كان مهووساً بشكل خاص بالعصور الوسطى والتناقضات التاريخية المتعددة. تفترض نظريته أن الأعوام من 614 إلى 911 لم تحدث أبداً ولم تكن موجودة. ليس هذا فقط، بل هناك شخصيات وسلالات عدة لم يكن لها وجود، مثل شارلمان وألفريد العظيم وسلالة الكارولونجيين، وتم اختلاق هذه الأمور عمداً خلال العصور الوسطى. وكشف إليك وجود تناقضات في طرق التأريخ المستخدمة خلال تلك الفترة، مما دفع البعض إلى التشكيك في دقة السجلات التاريخية. وهنا نتحدث عن التقويم الجريجوري الذي بدأ في عام 1582، والذي سنتحدث عنه مفصلاً بعد قليل. يقدم إليك دليلاً آخراً على صحة نظريته، وهي أن المباني التاريخية لا تتطابق مع الحقبة الزمنية الموجودة، ففي هذه 300 التي أضيفت لم يتغير شكل البناء أو تطور، فقد اعتمد مؤرخو العصور الوسطى على المصادر المكتوبة بدلاً من الأدلة المادية. والآن لنفترض للحظة أن إليك كان على حق، وأن 300 عام من التاريخ كانت مزيفة. ما الفائدة من تزوير التاريخ بهذه الطريقة الشاذة؟ يقول إليك أن السياسة والدين كان خلف هذا التغيير، وحدد 3 رجال كانوا وراءه، وهم الإمبراطور الروماني المقدس أوتو الثالث، والبابا سيلفستر الثاني، والإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع. فقد أراد أوتو أن يصبح إمبراطوراً في عام 1000 ميلادي باعتباره عام مقدس ومميز، وهو بالفعل الزمان الذي يسجله التاريخ على أنه حكم فيه. بحسب إليك فإنه خلال أوائل العصور الوسطى كان توطيد السلطة عملية صعبة للغاية، وكان من الممكن أن يكون اختلاق الشخصيات والأحداث والسلالات التاريخية خطوة استراتيجية لتعزيز شرعية الحكام. ومن خلال خلق وهم النسب القديم، تمكن الحكام من تعزيز قبضتهم على السلطة والحصول على الدعم من رعاياهم. وفي عصر لعب فيه الدين دوراً مهيمناً في تشكيل المجتمعات، يتكهن أنصار نظرية الزمن الوهمي بأن المسؤولين الدينيين استفادوا من هذا التغيير، ربما لمواءمة الأحداث التاريخية الهامة مع الروايات الدينية.
وصل إليك نشر المقالات حول نظرية الزمن الوهمي حتى عام 2013، وقضى معظم حياته الأكاديمية في الجدال حول نظرية يجدها العديد من المؤرخين منافية للعقل والمنطق، فقد واجهت معارضة فورية من غالبية المجتمع الأكاديمي، ووجدوا أنها نظرية تخمينية وتفتقر إلى أدلة موثوقة. ورداً على عدم وجود أدلة أثرية عن تلك الفترة ووجود أدلة مكتوبة فقط، قالوا أن بعض الأدلة أفضل من عدم وجود دليل على الإطلاق. ووضح العلماء أن الأحداث الفلكية القديمة تتوافق مع الجدول الزمني التقليدي، وبالنسبة للأيام العشرة التي حذفت من التاريخ والتي يستند إليها إليك كحجة قام بها القدماء لتفادي تشوه التاريخ، فدعونا نخبركم قصتها بالتفصيل. التقويم الجريجوري. وفقاً لهذا التقويم نحن الآن في عام 2023، فهو التقويم الذي نعتمده منذ عام 1582، عندما أصدر البابا غريغوري 13 مرسوماً لحذف الأيام العشرة التي تلي الرابعة من أكتوبر، وذلك من أجل أن يتوافق بشكل أفضل مع رحلة الأرض حول الشمس، وهذا من شأنه أن يصحح عدم التطابق في التقويم الروماني القديم. لكن كيف وصلنا إلى هنا في المقام الأول، ومن أين جاءت هذه الأيام الزائدة؟ قبل أن يقوم يوليوس قيصر بوضع تقويم جديد، كان التقويم الروماني عبارة عن خليط فوضوي، وكان يتم إضافة أيام زائدة في شهر فبراير بين الحين والآخر بناء على أهواء السياسيين. لذلك أراد قيصر طريقة أكثر ثباتا وموثوقية لتحديد التواريخ، ليقوم المصريون بمساعدة يوليوس في وضع تقويم جديد في عام 46 قبل الميلاد. ونجح المصريون باستيعاب معضلة أن السنة ليست 365 يوماً فقط، وإنما تستغرق الأرض لتقوم برحلة كاملة حول الشمس 365.24219 يوماً. لكن هناك عيباً واحداً نتج عن التقويم اليولياني الجديد بسبب إضافة يوم كبيس كل 4 سنوات، والذي تسبب بأن يكون متوسط السنة 365.25 يوما بدلاً من 365.2 يوما. وبحلول سبعينيات القرن السادس عشر وصل الفارق إلى 10 أيام زائدة. لذلك قام البابا غريغوري 13 بتعيين لجنة لحل المشكلة، وبعد 5 سنوات من الدراسة توصلوا إلى حل إلغاء تلك الأيام العشرة الإضافية. لم تقم بريطانيا العظمى والمستعمرات الأمريكية بالتبديل إلى هذا التاريخ حتى عام 1752، وخلال الثورة الفرنسية قرر القادة في فرنسا تطهير تقويمهم من أي دلالات دينية، واعتمدوا التقويم الجمهوري الفرنسي الجديد. كان يتكون من 12 شهراً يتكون كل منها من 30 يوماً، والأسابيع كان فيها 10 أيام، وكان هناك 5 أو 6 أيام إضافية في نهاية كل عام لقضاء العطلات. تم التخلي عن هذا التقويم في عام 1805. في الوقت الحالي لا تزال الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية تتبع نسخة من التقويم اليولياني، مما يعني أن عيد الميلاد يتأخر 13 يوماً عن التقويم الجريجوري. وعلى الرغم من أن التقويم الجريجوري هو المعتمد في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك دولاً لا تعتمده مثل إثيوبيا وكوريا الشمالية التي ألغت التقويم الميلادي في عام 2022، وبدأ التاريخ عندها من عام 1912 في يوم ميلاد المؤسس إيل سونغ. والآن بعد أن سمعت قصتي التقويم الجريجوري وفرضية الوقت الشبحي، أخبرنا رأيك بما سمعته وشاهدته في التعليقات.